بعد ما سمعنا كلام مدام ميرفت، تعالوا نسمع رأي قانون في القصة دي، وإزاي مدام ميرفت وإخواتها يقدروا ياخدوا حقهم بعد اللي حصل لهم، مع إنهم ما رفعوش ولا قضية زي ما هي بتقول. معنا مداخلة من المحامي الأستاذ إسلام الغزولي، المحامي بالنقض. مساء الفل. مساء الفل، اهلا متفائل وسهلا بيك. بحضرتك. اخبارك ايه يا استاذ اسلام؟ عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك في تسلم لي حضرتك وعلى ويسعد راسي، بالك منورني. ومبروك الالتزام التاني. الله يبارك في حضرتك. عايز اعرف الله بقى، يخليك. الراجل ده يعتبر مخطوف؟ والله بصي، على حسب اللي انا سمعته من مدام ميرفت، يعني الكلام اللي اتقال، هي طبعا كانت في مجموعه جرائم كتيره مرتبطه بالواقع حسب يعني الروايه، يعني عندنا جريمة الخطف، عندنا جريمة التزوير أو الإكراه على التوقيع، كانت على الأوراق والمستندات، وتزوير توكيل، وخطف الأب طبعا بدون رضاه وإكراهه على التوقيع وكده. طب فهي مجموعة وهو في جرائم كانت القانون في مرتبطة حاجة كلها اسمها مع ابن بعض. يخطف أبوه؟ هو التزوير والحاجات دي بنشوفها عادي، لكن في حاجة اسمها أب يخطف أبوه، دي ليها عقوبة في القانون؟ طالما بدون الرضا، طالما بدون رضا ان حصل اجبار على الاب او اجراء ان هو يفضل مقيم في المنطقه دي او في المكان ده بدون رضاه وبدون موافقته وغصب عنه وكده، فطبعا هي جريمه، جريمه الخطف طبعا، بس هو راح مقيس معاه عليها برضاه وقال له تعالى انا 200 ونص هفسحك يومين في الساحل وبعد كده نشوف، يعني يومين في العلمين وبعد كده هو نشوف. ما ترتب عليها بعد كده، يعني هو كان طلب ان هو يقدر يتحرك او لا، نزل او لا، منعه من الخروج او لا، اجبره على التوقيع على الاوراق والمستندات اللي هي مدام ميرفت كانت بتتكلم عليها ولا لا، كل ده المفروض ان هو. وبعدين اللي انا فاهمه يعني على حسب الكلام اللي قال، ان حصل استخدام اوراق معينه في الفتره دي، وبيع وشراء من اخ الاخت والكلام ده كله، وتوكيل وسحب فلوس كمان من البنوك وكده، هو اللي كانت موجوده في للاب يعني. ايوه حصل. فبس انا عايز اسال حضرتك على حاجه، يعني حضرتك ممكن تعمل لهم ايه او تنصحهم بايه هما ما عملوش قبل كده او فشلوا فيه؟ طبعا من الحكايه برضو من الروايه حصل زي ما حضرتك بتقولي، انا فهمت زي ما حضرتك فهمتي ان فعلا حصل مجموعه من المحاضر يمكن ما جابتش نتيجه او جابت نتيجه، او اتقال لمدام ميرفت ان هي اتعملت وهي ما اتعملتش، لكن هي لجأت للمحامين او ايوه للاجراءات القانونيه، لاتخاذ الاجراء القانوني اللي المفروض كان يتبع في الفتره دي. كان المفروض ومستمر لغايه دلوقتي، طبعا في حاجه اسمها ان احنا في الفترة الأولانية كان نقدر نعمل محاضر بخصوص الخطف وفكرة الإكراه على التوقيع وتزوير المستندات اللي تمت الفترة اللي فاتت في حياة الأب طبعا. النهاردة يعني الأب بقاء لله يعني توفى، الله فبالتالي يرحمه. اللي نقدر نعمله النهاردة اللي هو الطعن على الأوراق والإجراءات اللي تمت، سواء إذا كان التوكيل كان مزور فعلا أو إذا كان هناك أوراق خاصة ببيع اصول معينه، ارض اتباعت من اخ من الاب للاخ للاخت او من الاب للبنت على طول بطريقه مباشره. فاعتقد ان احنا هنا يتقلنا ان احنا نقدر نطعن بالتزوير على المستندات دي ونقدم اوراق للمضاحه وكده. طب واخوها اللي اتاكل ودنه قبل كده، اللي انا اول مره اسمع القصه دي، يعني انا ما شفتش كده في حياتي، ده ممكن يجيب حقه حتى يعني هو توفى، ممكن ولاده يرفعوا قضيه او يثبتوا ده او اي حاجه؟ لا طبعا دي خلاص ده بتحكم خلاص القوات كده او الامر الشرعي استعوضوا كده. ربنا فيه، بس ده حقهم. طب انت شفت قضايا زي دي قبل كده يا استاذ اسلام؟ الاختلاف في المواريث واختلاف في الحقوق لا، اخوات يعني فريق، كل واحد فريق وبنخطف الفلوس طبعا. وبنخطف في. طب كان بيجي لهم حقهم في الاخر ولا لا؟ طبعا لا، القضاء المصري عادل وشامخ، ودايما احنا بنقول ان هو لا، انا قصدي مستنير. بيعرفوا يرفعوا القضيه الصح ولا لا؟ لا طبعا حقهم هيجي بالقانون، ما فيهاش، ما حدش يقدر طبعا. يقول كلمه على القانون. انا قصدي انه في الاخر كانوا بيجي لهم حقهم بالطريقه الصح، بيمشوا خطوات صح، ولا كانوا بيفشلوا في ده من اللي لا حضرتك شفته؟ برضه دي تتوقف طبعا على اتخاذ الاجراء القانوني السليم. انت عارف يا استاذ سالي، ممكن ان انا ما اكونش عرضت وجهه نظري بطريقه مظبوطه، فبالتالي المحامي ما عرفش يمثلني حق التمثيل الصحيح قدام القضاء، او ما لقومش مستندات. عشان كده انا بطلب من الاستاذ اسلام ان هو يتبنى الحاله كالعاده. ممكن يا فندم انا تحت امرك طبعا، بيشرفني واحنا متعودين على كده اهو، وده على بيشرفني راسي، دايما. انت وتسلم عارف لي يا استاذ ومعانا سالي دايما والله. في الخير، يا رب يقدرك ويمكنك يا رب يا رب ويستخدمك ولا دايما. يستبدلك. نورتيني الله يبارك في حضرتك، على ميرسي راسي. جدا، ميرسي متشكر، جدا، تحت امرك اي وقت برضه، وانا ميرسي هتواصل جدا، مع الاداب برضه. ميرسي، مع السلامه، باي باي.